مهرجان الأغنية العربية المصورة، واللي حيكون ليه شكل جديد ومختلف تماما السنة دي. نرحب كلنا بملك الإحساس الفنان هاني شاكر. مساء الخير جميعا أصحاب المعالي الوزراء، الدكتور إبراهيم أبو زكري رئيس الاتحاد العام للمغنيين العرب ورئيس مونديال القاهرة، السيدات والسادة، كم سعدت باختياري رئيسا لأهم مهرجان على الساحة العربية، مهرجان الأغنية المصورة. هذا الاختيار إن كان تشريفا إلا إنه جاء الذي توليت فيه امور البناء. الجو غير طبيعي، معلش. هقول لكم ايه؟ الناس كتير قوي اتكلمت، ومهما هقول بصراحه مش هقدر اعبر اكتر من اللي هم قالوه. انا بس عايز اقول بحيي دكتور ابراهيم ابو زكري فعلا على المجهود الرائع، ربنا يخليه لنا يا رب. برحب بيكم جميعا، وطبعا شكر خاص وشكر كبير جدا جدا وترحيب كبير بالموسيقار العظيم محمد سلطان الرئيس الفخري للمهرجان، ربنا يديله الصحه يا رب واسعدنا ونورنا. انا هغني معاكم النهارده احلى من الكلام. هنقول ايه؟ ان كان على القلب مالوش غيرك، وان كان على الحب مفيش غيرك، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك. بلدي بلدي يا بلدي بلدي يا بلادي الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، على سطح نيلك وقنالي صورة لتاريخك ونضالك، يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، أصيلة يا بلد يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، ما هو انت الاب وانت الام، مهما اقولك برضو شويه، ما هو انت الاب وانت الام، مهما اقولك برضو شويه. بلدي يا بلدي وبلدي. احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبضربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمتنى وبالمدفع، بولاد الايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. مش بذمتكم احلى من الكلام؟